نظمت راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم دورة روحية في مركز سيدة السلام تحت عنوان من أنا؟ بمشاركة أكثر من 80 شاباً وشابة من مختلف الرعايا في المملكة. وقد استضافت الدورة التي استمرت 3 أيام عدداً من المدربين الذين حاضروا في موضوعات مختلفة. وتهدف هذه الدورة التي تدعمها البعثة البابوية في الأردن إلى تنمية روح الفريق والتفكير في طرق جديدة ومبدعة لخدمة الشبيبة. فتحنا هذه الدعوة لكل الأشخاص اللي بحبوا بهالأمر يجوا من الشبيبات اللي بالأردن، سواء كانوا لاتين أو كاثوليك أو أي طائفة، هم من أي كنيسة، يعني كان مفتوح للكل. وحتى بعتنا هاي الدعوة من خلال نورسات ومن خلال باقي القنوات، حتى أي حدا بيحب يجي فكان أهلا وسهلا فيه، مرحب فيه. المنظم هذا اللقاءات هم الرهبات الفرنسيسكان بس بدعم من البعثة البابوية، والأبونا جاد هو يسوعي، خور يسوعي جاي من لبنان، رح يعطينا المخيم الروحي من أنا. أكيد هذا العنوان أكيد لحاله بيعطي كتير أشياء لهالشبيبة هالعمر هذا، وأكتر شيء إحنا حابين إنه بهالعمر هذا ياخدوا شيء دعم روحي، فحابين إنه نجمع هدول الشبيبات يتعرفوا على بعض من غير، لأنهم من عدة كنائس، يعني جايين من الحصن وجايين من الفحيص ومن الهاشمي ومن الزرقاء ومن أماكن كتيرة، لاتين وكاثوليك، فاللقاء لحاله مع بعضهم بيجمعهم مع بعض فبيخليهم هيك روح واحدة مع بعض هدول الشبيبة. فنحن من خلالكم بدنا نشكر نورسات لأنه دائما أنتم تدعمونا بهذا الشيء، يعني بنشكر الدكتورة باسمة باسمكم أنتم وشكرا لكم. مش رياضة روحية مثل مفهومنا نحن للرياضة الروحية، يعني مش صامتة، بس رح يكون في أوقات نفكر سوا مع الشبيبة عن شيء اللي اليوم هن عم بيعيشوه، عن الصعوبات اللي هن عم بيعيشوها، عن طريقة حياتهم، عن كمان كيف الإنجيل والكتاب المقدس بينعكس على حياتهم اليومية. وهذا الشيء رح يصير من خلال فيلم رح نحضر فيلم مع بعضنا الليلة، وعلى أساس هذا الفيلم رح نركب بقية اللقاءات، يعني ناخد شخصيات من الفيلم ونشوف هي شو بتقلنا اليوم لحياتنا اليومية. جينا عشان نحضر هاي المخيم ونعرف، لأن المؤتمر كتير حلو، من أنا وكيف أشوف الله على ضوء، كيف أشوف أعرف نفسي وأعرف الله على ضوء إن أنا بعرف نفسي. فشكرا لكم، شكرا لكل اللي بيتعبوا لهي الخدمه. احنا اجينا هون عشان خلينا نحكي نعيد حياتنا الشبيبه، نرجع حياتنا بعد كورونا. اجتنا فتره جدا صعبه، بعدنا عن الشبيبه، بعدنا عن الكنيسه، رجعنا بدنا بشيء خلينا نحكي اقوى، شيء قريب من ربنا، بعيد عن التليفونات، بعيد عن السوشيال ميديا، عشان نكون قريبين لربنا، نرجع لشبيبتنا، نرجع لكلمه ربنا. لما سمعنا عن المخيم تاع البعث البابويه حبينا نشارك فيه عشان يكتشفوا الشباب والصبايا أشياء جديدة وتعرفوا على ناس جداد، وإن شاء الله يكون مخيم حلو عليهم. جيت على المخيم لأنه من اسمه كنت كتير متحمسة، اللي هو من أنا، كتير استفدت وحسيت بتطور روحي وحسيت أنه صرت أعرف حالي أكتر من النشاطات اللي عملناها. وصلتنا دعوة من رهبات الفرنسيسكان لدورة روحية بعنوان مين أنا. العنوان بصراحة لفت نظري وحبينا كشبيبة نيجي ونشارك فيه. صراحة أول ما سمعنا عن موضوع عن من أنا بصراحة تحمسنا أنه نيجي ونتعامل مع الموضوع ونتعلم أكثر وأكثر من خلال الندوات. بصراحة تعرفنا على ناس جداد وبنشكر لكل من قام بهذا العمل، لأنه بصراحة استفدنا منها، حسينا برياضة روحية ممتازة جداً.